حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من تخيل وأبرز الأخبار عن موسم الرياض. بعد أن شكر معالي المستشار كل اللي ساهموا في نجاح بداية الموسم، معالي المستشار قال الحمد لله وصل موسم الرياض إلى 80% من التارجت المطلوب منه في آخر الموسم من أول 10 أيام بس. أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه أن موسم الرياض حقق نحو 80% من المطلوب تحقيقه، وأشار خلال تغريدة على حسابه في تويتر: الحمد لله وصل موسم الرياض إلى 80% من التارجت المطلوب منا في آخر الموسم من أول 10 أيام مع بقاء شهرين. وقدم آل الشيخ الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا الموسم، وأضاف آل الشيخ أن دعم سيدي ولي العهد ورؤيته وتوجيهاته هي اللي ساهمت في هذا بعد توفيق الله سبحانه.